وجهات نظر المدربين كل واحد يحترمها. انت ممكن الان عندك اشكال على بعض اللاعبين، انت عندك اشكال بعض اللاعبين، كل واحد اشكال، لكن من خلال فتره زمنيه اكثر من سنه انا اعتقد صار عنده معلومات كثيره عن اللاعبين، فاذا هو مسؤول عن هذه التشكيله. انا اعتقد مجموعه جيده من اللاعبين متناسقه كثير، ممكن الناس تستشكل مثلا على اسم او اسمين او ثلاثه، وهي حاله طبيعيه. حاله طبيعيه، هذول لاعبين منتخب اولمبي، منتخب شباب اولمبي وطني، اعتقد حتى احنا عندنا بعض اللاعبين اللي موجودين بالمنتخب الاولمبي عندهم امكانيه يلعبون المنتخب الوطني، وهي حاله طبيعيه. المنتخب الاولمبي هو في خدمه المنتخب الوطني، اي لاعب يحتاجه المدرب المنتخب الوطني اين يذهب؟ هو اقرب منتخب المنتخب الاولمبي. سؤال الجمهور كابتن. اتمنى طبعا الجمهور ان يقف مع المنتخب الوطني وجميع منتخباتنا في هذه الفتره حتى تحقق نتائج طيبه، التاهل لكاس العالم وكذلك الاولمبي، تاهل الى اولمبياد باريس ان شاء الله. اكيد بعد يعني صعب ما يقدر يجرب.